سي سعيد، قريتي نقاط الضعف ونقاط قوة المنتخب الإيراني واشتغلتي عليها، شنو هي نقاط القوة وشنو هي نقاط الضعف اللي بزاف للسيادات اللي طبعا عندنا فكرة واضحة على المنتخب الإيراني، لأنه كان الوقت كافي وكانت المباريات كثيرة، ثلاثة المباريات كافية باش تعطيك فكرة على النهج ديال المنتخب الإيراني. طبعا يعني ما يمكنش نفصحوا على نقاط القوة ونقاط الضعف، لأنها ستبقى خاصة بالاستراتيجية ديال اللاعب إن شاء الله. نحاولوا ان شاء الله نوضعوا الوليدات في احسن تموقعات ممكنه، في احسن ظروف ممكنه، ويكونوا في افضل الحالات البدنيه ان شاء الله، وذهنيا ايضا يقاوموا المباراه من ناحيه الصعوبه ديالها ان شاء الله. نتمنى اننا نكونوا موفقين، خصوصا يعني في ترجمه الفرص، لانه كل ما تقدمتي في الادوار كل ما المباريات غتكون صعبه، كل ما الفرص غتكون قليله. ان شاء الله احنا جاهزين، كاين واحد الاحساس جيد ان شاء الله، ومتفائلين ان شاء الله بالنتيجه ان شاء الله. سي سعيد، المنتخب الايراني ما جراش حصه بالامس نظرا انه نسى الماتريال ديالو، واش ما كتشكلش بالنسبه لك انتما كاطار تقني؟ ما كنهضروش على المغرب اكثر كاطار تقني، واش ما كتشكلش مثلا المدرب الايراني على انه اكتفى بحصه واحده اليوم قبل لقاء المغرب؟ وهذه التفاصيل حنا ما يمكن ليهاش تكونديسيوني يعني التحضير ديالنا. خصنا حنا نحضروا المنتخب الايراني على حسب الوجه القوي اللي ظهر به في المجموعه. التفاصيل هذه الا ركزتي عليها ممكن تقلل من التركيز ديالك، والاستخفاف بالخصوم لسبب او اخر ممكن تكون يعني ماشي شيء ايجابي. حنا غادي نتوقعوا المنتخب الايراني في شكله الجيد باش نكونوا جاهزين وما نتفاجئوش على ارضيه الملعب، لانه منتخب قوي بدنيا، عنده بنيه جسميه قويه. خصنا نكونوا يعني صلبين في هذا المجال، وكما قلت انا نحاولوا نطوروا المستوى ديالنا، خصوصا على مستوى الانهاء ديال الهجمات، لانه كل ما تقدمنا في الادوار كل ما الامور غتكون صعبه، وخص التركيز يكون عالي ان شاء الله. كاخر سؤال بالنسبه للمغرب، اننا شفناه الان عنده 5 ايام من المباراه ديال اندونيسيا حتى المباراه غدا 5 ايام، واش هذه المده هذه كانت كافيه بالنسبه لكم باش الخصوم البدني استرجاع الاعطاب، يعني كانت في صالح المنتخب؟ اكيد يعني الايام اللي كان التركيز على عمليه الاستشفاء، فوسط البطوله من بعد ثلاثه مباريات ما تبقاش ذاك الحمل البدني اللي ممكن يطور الامكانيات، بالعكس كيخص الحفاظ على المخزون اللي موجود، الحفاظ على الطراوه واسترجاع، خصوصا المشاكل الصغيره اللي تكون بدنيه. فالحمد لله يعني المجموعه كلها جاهزه، ونتمنى ان شاء الله فقط في انطلاق المباراه نكونوا فعلا جاهزين. عندنا اصابه ديال المدافع البختي اللي خرج من المباراه، وهي الاصابه الوحيده. شكرا سي سعيد.